مساء النور، مساء الخير مشاهدي قناة شوف تيفي، ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة خريبكة. ملي كيغيب الأب معيل الأسرة كتجي المشاكل المادية، لكن مشكلتنا اليوم فاتت كل الماديات. زوجة هاجر رجلها للديار الأوروبية وغبر لي ما يزيد على 15 سنة، خلى وليداتو بدون معين، والله اللي عان بحالته حتى هو في الغربة. بقات الزوجة مع وليداتها في الدار ديال عجوزتها في انتظار الزوج الغائب. كتخرج تخدم، كتخدم غير عند العيالات يعني باش تجيب ديك لقمة العيش لوليداتها. حتى لواحد النهار تفاقمت مشاكلها ملي تصاب الابن ديالها في سن 6 سنوات بالمينانجيت. هاد المرض أدى به الإعاقة بحيث أصبح ما كيسمعش، وضعت مع حاسة السمع كل أحلام المستقبل. خليوكم معنا متتبعي قناة شوف تيفي، غادي نسمعوا من الأم ومن عجوزتها ومن يوسف ومن الأخ ديالو ومن الجارة ديالهم. خليوكم معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. تفضل لنا. السلام عليكم. تنشكر هاد الناس وجاو براو فينا وبراو في هاد الوليد وبغاو يعاونونا مساكن، الله اللي كيجازيهم. وكنطلب من الناس يعاونوني على هاد الوليد، راه ضاعت حياته. بغيتو تا هو مسكين، بغينا مسكين بحال 6 سنين عاش ضربته الميلانجيت، من تماك هو مسكين ضايع في حياته، ما تيقرا ما تيخدم ما والو. دابا عنده 17 عام. كنطلب من الناس يعاونونا، الجمعيات والمحسنين يعاونونا، يشوفوا على وجه هذا الوليد، راه تيضيع. باغي مسكين يدير الصنعه وما لقى مع السمع، ضيع له كل شيء، ما قرا ما دار حتى حاجه، حياته دات باطل. كنتمنوا منكم تعاونونا، الله يرحم لكم الوالدين. وكنشكركم، كنشكر الناس. هذا بعد الابواب اللي طرقتي، يعني ملي كانت عنده 6 سنين، يعني تما فاش قلتي لي مرض ومشيتي بديتي دوزتي ليه 6 سنين، كانت عدو ديك الساعه فاش ضربته. يلا قرا شهر في مدرسه، المدرسه مقاومه. نعم. دابا من ضربته وديته نعسو في سبيطار الجرده، ما داروا لي والو، بقى شي 12 يوم وانا يعس. ملي خرجته من سبيطار الجرده ديته لكازا، ملي ديته لكازا قالوا لي ضروري خاصو العمليه. داروا العمليه ماشي لاباراي، خاصو العمليه 25 مليون. صافي ملي قالوا لي ريح، ما لقيت ليش الجهد. يعني ملي كانت عنده 6 سنين جيتي جبتي ولدك الشو، ما داروا معايا تا ما ستحل. ايوا الساعه حنا كنتسناو في الله ونتسناو في الناس يعاونونا، المجتمع كاع يعاوننا. واش هذا اللي كدير هنا في المغرب ولا خصك تديه لبرا؟ لا كدير في كازا. كدير غير في كازا. فين راجلك هذا؟ وراجلي راه 15 عام دابا دي باش غيب. فين غايب؟ غيب برا. سوا ما كيتصل بيكم كيصيفط ليكم مره ما كايناش خلات حاجه، ما كاينه الساعه حتى هو، ما الله اللي تيعلم. ما عرفناش هو ما عرفناش هو السبب ديالو كيفاش. سوا ما لقاش الجهد وما عرفناش هو السبب ديالو علاش مشدوده 15 عام. ايوا هذا الشيء اللي اش خلات لنا. يعني كتلتمسي العذر للزوج ديالك، واخا يعني 15 سنة ما كيتصل بيكم ما كيصيفط ليكم، كتلتمسي له العذر. هو كان هو ماشي الخاطر، وحنا اش خلات نسمحوا ليه. اللي لا كانت شي حاجة شاداه ولا دا، ما الله اللي الله اللي تيعلم. تندير عليهم انا ما اللي قسم الله، راه تنجيبها ليهم و تندير الميناج، ندير فهمتي عند العيالات، عند بحال كلشي مدرسة في صافي. وهادشي اللي كاين يعني واخا رجلك ما بقاش هنا، يعني 15 سنة دابا انت ما شايفاش رجلك 15 سنة، وبقيتي مع عبوستك في الدار. سي وليداتي هاد الدار، الدار ديال عبوستك. حنا عندنا الوليدات هما كلشي، عندك نتمنى شي وليدات. واخا ممكن دابا انت كتفهمي يوسف اش كيقول؟ تنفهمو انا، هضري معاه يوسف. تفضل مسات تما هكا تما خايك، ما تسمعش ما بودني هكاك
هاكا فما كان قالك كنقول فمي ولكن ودني راه ما تنسمعش فيها. هذا طب كي درتي يوسف؟ قول له كي درتي صوبتي هذه؟ طب بس صايبتي هذا صوبه بالكولا وبداك سميتهم في سياس وين جاب داكشي مع الراجل اللي كان خدام عنده وصايب. شنو بغيتي يا يوسف؟ قول له شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ هذا كوبان حتاب قال لك بغيت باش قربي الميكرو شويه. بغيت ان شاء الله ندير العمليه باش نعود ثاني نصوب ونمشي نقرا وندير شحال من حاجه بغيت انا نديرها ونعود نسمع ونعود. دابا انت كتفهميه بهذه الطريقه هذه؟ اه تنفهم. تفهميها اش كيقول لك وشنو باغي؟ اه انا اللي تنفهمو الوحيده اللي تنفهمو. انا منسمعوش جدي ومنسمعوش. دابا قال لك واش جاو باش يدوني باش ندير العمليه. اشنو قال؟ قال لك واش جاو باش يدوني ندير العمليه باش نعود نسمع. مسكين. قال لك باش واش جاو يدوني باش يديروا لي العمليه ونعود نسمع ونقرا انا ندير الصلعه وكي نشوف الوليدات غادي للمدرسه وهذا ما تيبقى فيه الحال بزاف. بارك الله بارك الله ربي الهدر هدر هدر ولا وتم اه لا هذيك اللي قلتي لي تم حنا خاد قال لك ندير هذيك ديال لاباري اللي تدي على ديال الخيط هي تيشوف عند الوليد واحد الوليد داير هنا هو خصو عمليه وخصو عمليه لداخل ديك العمليه. شحال قلتي لي كتكلف؟ شحال قالك الطبيب؟ 25 مليون وكتدار غير هنايا في المغرب؟ اه في كازا. لا حول ولا قوه الا بالله. الاخ ديالو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما يوسف دابا خاص دابا هو عنده طموح عنده شحال من حاجه ولكن مشاو لي ودني في هذيك الست سنوات هكا كانت عنده 6 سنوات في ملي كان صغير وفي شي ظروف ديال الاب وديال مني هاجر بحال هكا ومني ما عنده اش غنقول لك عنده طموح ولكن من خسر ودني صافي. شنو كيجلس بوحدو شنو كيدير؟ كيفكر كي بحال كيختار اي حاجه كيصاوب. يقدر يصاوب لك طوموبيل يقدر يصاوب لك كرتون اي حاجه يقدر يختارها. سبق لكم ديتوه عند شي واحد يتعلم الصنعه اه شحال من واحد دينا عدو ولكن ما كيردو كيقولك كيضربني بعض المرات ما حيتش ما كيسمعش الحاسه ديال السمع هي اللي ناقصه. والهضر جاي كان عند واحد المشكل في الاوتار هنايا كي ما تيهضرش مزيان شويه الهضره مع مرات في هذيك من كانت عادو 6 سنين ما عارفش دابا كيفاش يهضر كيفاش. شنو كيجلس يصاوب في الدار؟ شنو كيصاوب في الدار؟ يقدر يصاوب لك صندوق يقدر يصاوب لك اي حاجه طوموبيل اي حاجه طوموبيل باش كيصاوب كرتون اي حاجه يصاوب عاود يصاوب كارو اي حاجه اي حاجه كيصاوب لك من كرتون عنده موهبه كي يعني عنده موهبه اه باغي يدير شي حاجه في المستقبل ديالو ولكن في ظل هذيك العاهه اللي عنده ما قدرش واقع عنده امالي. شنو كطلب خوك؟ كنطلب من الناس ومن المؤمنين ومن المؤمنات محسنين يعاونوا الدري حيت عنده مستقبل باغي ينجح في حياته ماشي قال صافي انا عندي هاد العاهه ديال السمع صافي انا غنريح ولا باغي يدير شي حاجه وكيما لقاش بيه كنطلبوا من الناس ومن المحسنين يعاونونا وهادشي اللي كنطلبوا من الله. هادي الجده ديالو ياك تفضلي لالا. الو وليدي هذا الدري ولد ولدي وانا وليدي بغيت ديروا له شي حاجه يولي يسمع وانا شاده وليدي وبوه ما تلاجا وانا شاده هي امه تخدم وتجي عندي وجيب لنا القويت باش نشريو ورجع في الله وليدي ودركا بقى في قلبي وليدي بزاف ولد ولدي وسم سكناه معايا كلشي تخدم وتجي تخدم وتجي وليدي لعدي وانا ولد ولدي ضاع في حياته ضاع ما كيسمعش ما كيدويش معانا ما كي البلاصه اللي لحق لها كيهجوه ما يخليهوش يخدم يقولوا له ما كتسمعش ما عندكش الودنين وتسمع ايوا انا وليدي شاد امه وساكنين معايا في الدويله
شنو كطلبي على لاله؟ شنو بغيتي ليوسف؟ شنو بغيتي؟ بغيتو باش يدير يولي يسمع ويولي تاكو يخدم ويولي تاكو يولي عنده مستقبل. قلت درك ضاع في حياته وبنيتي ضاع في حياته، ما قرا ما خدم ما والي، يا بارك مسكين. إوا محنا وليدي في خواطرنا، الله يجعل البركة إن شاء الله في المحسنين يعاونونا عليه. بسم الله بسم الله. عرفي أختي براسك. أنا جارتها، وهاد المرا جارتي، وهاد الوليد تنشوفو الصباح والعشية، ومسكين عنده طموح وباغي يقرا وباغي يخدم وباغي تاقو مسكين يزيد القدام، وباغي تاقو بحال الولاد، وباغي تاقو تيشوف الدراري غادي يقراو، كيشوف الدراري غادي الخدامين، تيشوف الدراري تيهضرو، تيشوف الدراري تيسمعو، تيشوف الدراري كيفاش تيعيشو. والحمد لله هاد الوليد تنطلبو من الله ومن المحسنين ومن المؤمنين ومن اللي توجه ليه هاد الوليد يدير بالله وبحساب هاد الوليد. الله يزيد في مدادهم، والله يقوي خيرهم، والله يجعل ربي يكون من هاد الوليد، والله يجعل ربي المحسنين والمؤمنين يشوفوا هاد الدري ويعرفوا بحقه. تاهو مسكين باقي صغير وباقي باغي يدير مستقبل، وعدو طموح الدريري، هالدريري عدو طموح كيصوب داك الشي غير من الكرتون. دينا عدمو الحانوت قالك ما تيسمح جداتو، عدمو الألمينو قال له ما تيسمع، ما كي يديرش. انا وخا شحال بغيت نوري، وهاد الوليد ديناه يقرا في المدرسة ديال الفلوس غير الجيران، قال لي ما نقراش انا مع الدراري صغيرين، وانا هو الكبير فيهم. شحال في عمرو 17 عام، ومع الدراري عندهم 3 سنين 4 سنين عامين، وجا مسكين تيبكي ما بغاش يبقى، قال له انا هو الكبير في الدراري، والدراري تيهضروا انا ما كنهضرش، والدراري كيقراو انا غير كنشوف، والمعلمه غير جلستني ما كتجاوبش معايا. وهاد الوليد تنطلبوا من الله ومن الله ومن الله، ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجعل ربي يكون منه وتاقو يسمع ويدير مستقبل، ويدير تاقو مسكين خديمة، ويدير تاقو باش ياكل طرف تاع الخبز. هاد المرا جارتي وهاد المرا عجوزتها، وراهم جالسين ورا بوليداتها خدامة عليهم، طايحة عليهم نايضة عليهم. الحمد لله الحمد لله، والله يقاقو تاتوما من خيركم، والله يقاقو من متيلكم، والله يدير بحسابكم، والله يجعل ربي يعاونكم ويعاون خوتنا المسلمين الجميع. والسلام عليكم. شكرا لله. اذا خوتي خواتاتي كما كتلاحظوا هذا هو يوسف، يوسف اللي فقد السمع ديالو في 6 سنوات بسبب كما تيقولها السخانة طلعت بزاف اللي كتسمى المينانجيت. فقد السمع ديالو ملي كانت عنده 6 سنين. يوسف الأب ديالو هاجر للديار الإيطالية تقريبا 15 سنة، هذه خلاها عنده 3 سنين. ما تيعرفش الأب ديالو، كما قالت الأم ديالو تتلتمس العذر للأب ديالو، قالت ربي اللي عالم به حتى هو. ربما ما مصاوب شوراق، ربما ما رضاش يرجع، ما عندوش باش، ربما ما خدامش يصيفط ليهم، لدرجة ملي ربما مادام قطع الاتصال إلا أن عنده ظروف ربي اللي عالم به. اما ما يمكنش الاب يسمح في وليداته بهذه الطريقه هذه الا حتى هو عنده ظروف. يوسف كيطلب منكم خوتي المحسنين تساعدوه، بغى يولي يسمع كما قالوا لنا، تيبتكر تيجلس في الدار وكيبقى يصاوب هذه صنيديقه، هذا سرج، هذه طوموبيل، هذا كيبتكر يعني عنده موهبه ناقصه حاسه السمع. الام ديالو دوزات ليه وقال له ما يصلح لي شاباري، خاصو عمليه اللي تتكلف 25 مليون. 25 مليون اخوتي ما يمكنش لهاد الاسره انها تكون متوفره عندهم بسبب ظروفهم. الام راه كتخدم غير عند الناس، غير الميناج، غير يا ربي تجيب ليهم العشاء ديالهم. هما جالسين عند جدتهم الام ديال الاب ديالهم، هذه الدار ديال الجدة ديالهم على الأقل، بعدا راهم مستورين في هذه الدويرة هذه، بعدا ما كيخلصوش الكرة جلسوا عند جداتهم. الأم كتضرب مع الوقت وكتجيب لقمة العيش لوليداتها، لكن 25 مليون أخوتي راه ما يمكنش تجمعها هاد المرأة.
ديروا يد في يد خوتي المحسنين وتعاونوا، وكنتمناو يكونوا حتى صحاب الاختصاص، شي طبيب اللي عنده اختصاص يقدر يتدخل. محسنين الله يجازيكم بخير، يوسف محتاج لكم، تعاونوا ولو بالقليل، يد في يد نردوا السمع ليوسف، والله سبحانه وتعالى ما كيضيعش أجر المحسنين. إذن إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في كنجيو لنهاية هذا البث المباشر من مدينة خريبكة، على أمل إن شاء الله تتصل بنا الأم وتقول لنا بأن تواصلوا معها المحسنين أو شي جمعية، أو نشوفوا يوسف دار العملية إن شاء الله ورجع السمع دياله. إلى اللقاء.